مرتضى منصور الاسم الأكثر جدلاً في مصر في السنين الأخيرة، الترند المتصدر لكل الأحداث الساخنة في الرياضة المصرية والحياة العامة في مصر. تاريخ من الصراعات الكبيرة مع كل الأعلاميين والسياسيين والرياضيين والوزراء ورجال الأعمال وغيرهم، حتى العفاريت والجن ما سلموش منه. محمود الخطيب، عمرو أديب، لميس الحديدي، إبراهيم عيسى، خير رمضان، أحمد موسى، أسامة جويش، محمد ناصر، محمود الخطيب، سيد عبد الحفيظ، إبراهيم المنيسي، إبراهيم فايق، أحمد شوبير، أسامة حسني، كريم حسن شحادة، محمود الخطيب، هاني حتحوت، علاء صادق، الوزير أشرف صبحي، رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، محمود الخطيب، محمد عثمان، محمود عبد المنعم كهربا، محمد سراج الدين، حازم إمام، وجمال علام، خالد الدرندلي، محمد مصلحي، فرج عامر، محمود الخطيب، محمود الخطيب، محمود الخطيب. ودول كانوا بعض الأسماء اللي حصل معاهم خلافات في آخر سنتين بس. الحكاية بدأت بهجوم حاد وغير مبرر على كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لما قال: سيادة المشير عبد الفتاح السيسي، محمود الخطيب مش قادر يتحمل المسؤولية مدوطا وهيولع البلد، ويا جميع جس الدولة محمود بيلعب بالنار، وعم الحج طبعا تعرف اقصد الحج مين، محمود بيلعب بالنار ومفيش منه فايده. قول لي محمود الخطيب يراجع ب 63 مليون جنيه والساعه، قول لي محمود الخطيب راجع ب 63 مليون جنيه والساعه عشان تعرف مين مش حد. قول له رجعها، هتقول لي ده يا بس اتحدى جنيه رجع تاني، ولو رجع جنيه اخونا سيادة اللواء محمد أمين اللي هو مسؤول عن تحيا مصر يعمل بيان يقول الفلوس عندي والساعات عندي. شوف بقى المليون دولار هو ده حقنا، حقنا بجد متبرعين بيها للإنتاج. وكمان هاجم اللاعب محمود عبد المنعم كهربا بشكل قوي جدا بعد قصة هروبه ورجوعه إلى النادي الأهلي، وقال: المحترمة اللي شافت لنا سودا امبارح، أنا لغاية دقيقة 60 راكب الماتش وفجأة شيل شيل شيل. أما الواد قليل الأدب اللي شتم الزمالك، هذا الكلب الصعلوك الهارب، يا نادي المبادئ والقيم احنا مستنين قرار يطلع الصبح ضد هذا الهارب القليل الأدب السافل المنحط. وهو تقنعني انه طبيعي ان الواد الهارب الكلب دون يجيب جولين ورا ماتشين ورا بعض بقاله سنة ما بيلعبش. برافو عليك يا سيد، برافو عليك والله. أولا اللعب امبارح دلوقتي اللي أنا بكتبها مذكرة طلبت للرب بالفيديو اللي بيقل أدبه على أسياده الخدام ابن الخدام المسافر، لأنه إيه الأدب مش متربي ولا رئيس نادي متربي، لأن رئيس نادي متربي تاني يوم أو بعدها بساعة يقول أنا بعتذر لجماهير الزمالك العظيمة اللي جذبتها بدماغك. حتى جمهور الزمالك لم يسلم من الهجوم عليه لما قال: حملة استفزازات كل يوم ليا، ازاي يا ابني بنات زموره، ولاد زموره، يلا ادي وسخ التوبيت اللي عندي، زموره مين؟ تعرفوا منين؟ هتستفزوني وخلاص؟ هات امك يا طليان ولا خرى، انت والمختلط في حد تالت، انا الناس بتعامل معاكم لما اقصد انكم مبوله، عارفين مبوله؟ هتبول عليكم كل يوم خلاص؟ بعد يوم هتوضى هتوضى وصابين، انتوا المبوله. لكن سيادة المستشار لما بيتكلم بالمنطق والحكمة بيقول كلام من الآخر بالضبط زي ما قال: إزاي أنت هتستثمر في بلد بتاكل رجلين الفراخ؟ يعني ما عادش فراخ هاكل الرجلين طب واجي أكل رجلين ليه؟ هو ده الإعلام؟ البلد دي ملك الشعب، والشعب روحه في مناخيره منكم تاني، الشعب روحه في مناخيره منكم. ويا سيادة الرئيس أنا بقول أهو الناس بتقول كده، روحنا بقت في مناخيرنا. هو شخصية فريدة من نوعها، دايما محط أنظار الإعلام وبتكلم دايما بالورقة والقلم، صدامي وعنيف في كلامه، اتهموه إنه مسنون من الدولة، لكن حتى رموز الدولة ما سلموش من الهجوم. في ناس قالوا بيدافع عن حقه وحق ناديه، وفي ناس قالوا إنه أخذ الحق حرفة وهو بيضيع الحقوق، وكمان بيكسب أعداء وبينشر السب والقصف في المجتمع. قل لنا، أنت إيه رأيك في مرتضى منصور؟